هذا اليوم يوم تاريخي، يوم عظيم في تاريخ القوات المسلحة اليمنية، برفدها بهذه الوجيه الذي بإذن الله تعالى سيكون لهم الفضل في قيادة القوات المسلحة في المستقبل، وتحقيق النصر وتحقيق الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية. أيها الأبطال، نهنئكم بهذه المناسبة في سبتمبر المجيد. الشكر والتقدير لقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأس الجميع فخامة الرئيس القائد الدكتور رشاد محمد العليمي. شكراً لقيادتنا القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي وزير الدفاع على اهتمامهم ودعمهم للقوات المسلحة والتوجيهات بفتح واستئناف العمل في الكليات العسكرية. شكراً للجنة التي أشرفت على عمل الكلية. شكراً لمجلس الكلية وللمجلس الأعلى للكليات الذي بذلوا جهد كبير من أجل نجاح هذا الدفعة والوصول إلى هذا اليوم لاستقبالهم وبدء العمل في الكلية. كان للمجلس الكلية والمجلس الأعلى للكليات جهد يستحق الشكر والتقدير عليه في ترتيب وإعداد واستقبال واختبار الطلبة حتى وصلوا إلى هذا اليوم. نحن نفخر في هذا اليوم بقواتنا المسلحة وبهذا الرافد الجديد للقوات المسلحة. شكراً للجميع، ومزيداً من الجهد والبذل والعطاء حتى يتحقق الأمن والاستقرار لشعبنا ووطننا.